نحب نأكد اللي الرقم هذايا بجد رقم يلزم واحد يرد باله ايش يعني، يلزمنا ندرس الموضوع بصفة دقيقة، لكن راهو أكل المعارضة اللي كنا نعملوا فيها وراهو هذيك اللي جابت التنازلات متاع الحكومة اللي في حياد، في حياد وزارات السيادة وما إلى ذلك. أكل نعطيك الإحصائيات. المؤتمر 13 نعم 1 لا، سوري المحتفظ 14 مصوت على 15، وفاء 1 نعم 9 لا، سوري المحتفظ 10 صوتوا على 10، المستقلون الأحرار 6 نعم 0 لا، سوري المحتفظ 6 مصوتين على 6، التكتل 8 نعم 0 لا 1 محتفظ 9 صوتوا على 13، المستقلين 13 نعم 15 لا، سوري المحتفظ 28 مصوت على 39، النهضة 88 نعم 0 محتفظ 88 على 89، الحرية والكرامة 9 نعم 1 محتفظ 10 على 10، وديمقراطية 1 نعم 20 لا 11 محتفظ 32 مصوت على 35، علما وأنه ثمانيب من الكتلة الديمقراطية صوت مع المشروع نتاع الحكومة اليوم نتاع حركة النهضة. هذه الأرقام يعني كلها اللي عندنا ديفينيتيف تلك وصلتي أنا. أي الأرقام هذه يلزمنا ندرسوها كما يجب ونعرفوا خاصة المرحلة القادمين على مرحلة الدستور، وإحنا أكثر حاجة تمنا توا هو نوصلوا لمرحلة الاستقرار في أسرع وقت، معناتها نوصلوا لتوافقات في الدستور بالخمسة بالخمسة وأربعين جوستمون توا الثمانية وخمسين هذوما ما يمثلوش التيار بلوكون إذا فما اتجاه في اتجاه معين، لكن الناس اللي صوتوا مع الحكومة مش نيسيسيرمون مش يصوتوا في الدستور مع تيار معين، دونك مش نفس الشيء، لكن فما خطر إقصاء المعارضة نظرا إذا ما تعملش التيار بلوكون. الخطر هذا موجود. مهدي بن غربية معناتها يولي إذا تولي الترويكا ومن معها توا يقعدوا يصوتوا بنفس الدرجة ينجموا يوصلوا التوافقات حتى للدستور ما غير ما الأخرين يولي عندهم دور. نعم سيدو بونغير في الديمقراطية يلزمنا ردوا بالنا.